تفضلي خانم. بعتولي الشناتي على الغرفة. تحت أمرك. أنا هالفترة رح ضل بالأوتيل. إيه هاد العنوان. إذا وصلت التصاميم بعتيلي إياها فورا على الأوتيل، ماشي؟ ها. طيب أنا بكرة بكون عندكم بالمشغل. وافوا وافوا. القماش كله وصل؟ طيب ابعتيهم لخديجة خانم. يلا الله معك. تولي بنتي شو عم تعملي هون؟ كنت رح اتصل فيكي لاطمن عليكي. شو رأيك ننزل نشرب لنا شي شغلة تحت؟ لك أنا هلا وصلت على غرفتي، بدي ارتاح، مطولة هون. روح والدي هالم تتركها أبدا، والدليل على ذلك الحريق الذي نشب في قصر سباهي. توليب سباهي قامت بتنظيم حفلة في قصرها بدلا من إقامة مولد لروح والدها في أسبوعيته. لازم تلاقي لي اللي كتب هالكلام يا عارف بيك، ومو بس اللي كتب هالكلام، والموقع اللي نشر هالخبر، عم تفهم علي؟ المطلوب منك ترفع عليهم دعوة وتحاول انك تأذيهم، عم تفهم شو عم قول؟ ولا تنسى بدي منك تتابع هالموضوع وتنهي لي اياه باسرع وقت ممكن. تصبح على خير، ناطرة منك خبر. جيت بوقت مو مناسب؟ لا ابدا، بالعكس، اصلا انا بحاجة لاني اهدى شوي. كيف صارت ميسون؟ ماشي حالها. انت كيفك؟ الناس ما بدهم يتركوني بحالي، وعم يكتبوا عن شغلات وقصص ما بتتصدق، لدرجة انهم عم يستغلوا المرحوم ابي بهالقصص. جهاد كيف صار؟ شو في عمر؟ جاي لحتى تقول انك بتعرف انه جهاد اللي عمله؟ انا ماني جاي لأولي اللي بعرفه، انا اجيت لأطمن عنه. جهاد مرق بنوبة عصبية، لحتى يرتاح لازم جسمه يتعود على الأدوية، وهالقصة رح تاخد شوية وقت. شو يعني؟ هيك صار، والحريق كان نتيجة هالنوبة. بتحب تشرب شي؟ مي. يعني جهاد تعب لأنه غير طريقة العلاج؟ جهاد ممكن يعمل أي شي لما بتجي النوبة وما حدا بيقدر يوقفه. ما حابة أحكي أكثر. توليب، لو سمحتي واجهي الواقع. أخوك حرق القصر، هو ما نولد عمره 5 سنين حرق برداية الصالون بالغلط. توليب، شو يلي قهره لجهاد؟ متضايق ومعصب لدرجة تخليه يحرق حاله ويحرقك ويحرق كل الموجودين؟ ليكون بعلمك هذا القهر عم بيزيد من مرضه وعم بيأخر علاجه. توليب، يمكن يكون مرضه ما له علاج سريع، بس على الأقل يمكن فينا نتحكم بتصرفاته شوي. توليب، لازم تفهم شو يلي خلاه يعمل هذا الحريق. لو سمحتي لا تهربي من مواجهة الحقيقة. أنا مالي هربانة من المواجهة، أنا عم بعمل كل اللي بقدر عليه يا عمر، ومخليته قدام عيوني كل الوقت. حتى لو كان جهاد قدام عيونك كل الوقت وانت مغمضة عيونك وما عم بتشوفيه، أكيد ما فيك تعملي له أي شيء. ما عم صدق الحكي اللي عم بسمعه منك عمر. الرجال اللي بزمانه ما قدر يواجه قاعد قدامي عم بينظر وعم ينصح غيره.